السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. فهنا معنا موديلات انيقه ومتميزه وعصريه. فإلا كنتي مهتمه بموضوع المنظمه عليكي اللي تنضمي القناه وتعرفي على جديد كل يوم. فهنا كما كتشوفوا معايا واحد اللبسه اللي هي انيقه وعصريه، وكذلك اللوينات ديالها اللي هي عصريين. هنايا معنا اللون الاحمر، شوفوا معايا طريقه البصاله ديالها كيفاش جات غزاله ما شاء الله. ونشوفوا هذا الموديل، هذا اللي جاي مختلف على اللي شفنا من قبل. كما كتشوفوه معايا كيجي مريح في اللبسه ديالو، وكذلك الخياطه ديالو كيجات مختلفه على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا طريقه الخياطه ديالو كذلك اللي جات غزاله وانيقه. وانا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود، فهنا الفيديو كيقربكم من هذه اللبسه هذه في جميع اللوينات ديالها. فهنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. ومعنا هاد اللبسه هادي اللي جايه مختلفه على اللي شفنا من قبل، وكيجات انيقه ومتميزه. شوفوا طريقه الخدمه ديالها كذلك اللي جات غزاله ما شاء الله. فكملوا لا فيديو، فلا فيديو كيستحق المشاهده منكم. فيه موديلات انيقه وجديده وعصريه، فكنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على الجديد ديال الموضه. وكنتمنى يعجبكم لا فيديو، فإلا عجبكم لا فيديو ما تدخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب.